تواصل قافلة مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى هند ديبي إتنو تقديم مساعدتها في إقليم جيرا، حيث قامت مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى بتقديم المساعدات الغذائية ومعدات الطاقة الشمسية لأهالي وسكان مونغو وملفي وبيتكين. تقرير سرية محمد. وفد مؤسسة القلب الكبير التي يترأسها حسن تكا برفقة السيد محمد صالح طاهر تونس عقدت لقاء مع كبار الشيوخ التقليديين ورجال الدين بحضور نائب محافظ بنغبنغ. الهدف من هذا اللقاء هو كيفية توزيع أجهزة الطاقة الشمسية للجوامع والخلاوي القرآنية التي تسخر بها تلك المنطقة أملا في نشر الدين وتحفيظ القرآن الكريم. ومرات الدخان ده في أينهم وفي صدورهم ده كله كده كلام ده كمل جابات البانو سولار ده شخات بها الرأي ده الدو والدو صافي للقرية ده ده يلا يرهو مرة وايد وبتن حتى بكما قد تكتوه ده السارة كلها تجيب الخريف كلها بزيادة والأمراض في الآن دخان يندس في الآن وفي الصدور ده كلها كملت. وفي نفس الإطار عقدت مؤسسة القلب الكبير لقاء آخر مع رجال الدين ومحافظ بيتكين والعاملين معه بهدف توزيع الطاقات الشمسية التي جادت بها سيدة كاد الأولى هند ديبي إتنو لنشر الوعي الديني الذي تحببه هذه الشموع المضيئة إلى نفوس القراء من طلاب العلم والمعرفة. نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى المزيد، نحن خاصة في ديبارتمان دار الطيور المسيك ده كثير جدا يعني كثير، وكل محتاجين قاعدين بيقروا بحطب زي ده. فزي ما قال الوزيد الوزير لانه الحطب ده اذا كان نحن دائما نكسر حطب ده ياتينا ساره، البدل بلدنا يبقى ساره، فده ما من مستقبلنا هنا. فلكده السيده فكرت انه نهارب السهره، لكده جابوا لنا النور. قافلة القلب الكبير ما زالت تواصل خدماتها الخيرية بإقليم جيرا، حيث تم توزيع العديد من أجهزة الطاقة الشمسية للعديد من الخلاوي القرآنية والجوامع بمونغو ومدينتي منغلمي وملفي، علما بأن الطلاب سابقا كانوا يهاجرون إلى مسافات طويلة للحصول على الوقود من الحطب، ولكن بحمد الله وصلهم الفرج القريب. أنا مش نجيب هاتم من برا نجيب هيني، أنا أتوا أنا قراي وأسد جمينا رئيس مرة أنا رئيس إندا ديبي أسان جمينا خلاص ما نجيب هاتب نقر خلاص في كوفينار كورا بارو سولير اللي تندبوغا كوران دول ونشيبو نقرو وشكرا لي مدام إندا ديبي لا بريمير دام تيشات واسا جمينا من أتاب كلها. مؤسسة القلب الكبير هبة من عند الله أرسلها لفعل الخير وتقديم العون للفقراء والمساكين.